السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، بانتظار مشاركاتكم مشاهدينا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة: بعد موجة الأمطار الأخيرة التي يشهدها العراق، انتقد مواطنون عراقيون بطريقة ساخرة، انتقدوا وعود حكومة السودان بشأن المشاريع الخدمية والتي تكللت بالفشل أمام زخات المطر نتيجة تهالك البنى التحتية، بحسب ما ورد على لسان ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي روجوا لهذه المقاطع وأيضا ظهروا فيها. دعونا نتابع ما الذي ورد على لسانهم. محمد هاي أعمالك، محمد هاي أعمالك، ضمن 600 مشروع، محمد هاي أعمالك، ضمن 600 مشروع، محمد هاي أعمالك، ضمن 600 مشروع، محمد هاي أعمالك، 600 مشروع، محمد هاي أعمالك، 600 مشروع، محمد هاي أعمالك، نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر، إذ غرقت دائرة مرور محافظة البصرة بمياه الأمطار في مشهد وصفه عراقيون في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يعكس فسادا وسوء إدارة وتهالك البنية التحتية في المحافظة الغنية بالموارد الطبيعية. لنشاهد. يأخذون مع الخدمات والجوب مع البنى بدون تشينكو دائرة المرور مع البصرة. يأخذون مع الخدمات والجوب مع البنى بدون تشينكو دائرة المرور مع البصرة. يأخذون مع الخدمات والجوب مع البنى بدون تشينكو. طيب، نستمر مع هذا الموضوع وبانتقال إلى مقطع آخر في ذات السياق. تحولت مدرسة للبنات في مدينة كركوك مركز محافظة التأميم إلى بحيرة كما ستشاهدون في المقطع بعد قليل، بسبب الأمطار التي هطلت على المحافظة وبسبب أيضا تهالك البنى التحتية في ظل إهمال حكومة مستمر، وفقا لناشطين من المدينة وثقوا هذه اللقطات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه مدرسة تشريع الابتدائية للبنات، تم بناءها سنة 1970 أو سنة 1971، ما أضبط تاريخ بالضبط، على هذا النظام القديم. وهذه اللي تشوفون ساحتها مليانة بالماء وماكو أي مجال تصريف الماء. حاليا الطالبات عندهن امتحانات وحولناهن على مدرسة أخرى قريبة، لأن ما أشوف هذا حال المعلمين. شوفوا هذا حال المعلمين، جاي يصرفون المي وماكو مجال تصريف. واحنا مدرسه يعني قريه تعدادها اكثر من 7000 نسمه. وعليكم السلام، عليكم الله يساعدكم، الله يساعدكم، عيشوا عيشوا. تعدادها اكثر من 7000 نسمه، بيها مدارس ما تستوعب طلابها، لان كل شعبه بيها من ال 45 لل 60 طالب. وهذه اللي تشوفونها، طبعا هذا البناء اللي تشوفونه، هذه الغرف اللي تشوفونها هي مخازن بنيت على حساب القريه الخاص بالتعاون مع المعلمين والكادر التدريسي واهل القريه. لا نزال مستمرين طبعا معكم مشاهدينا بهذا الموضوع، او ما نزال مستمرين. غرقت معظم مناطق العاصمه بغداد بعد موجه امطار شهدتها العاصمة، وأيضا الغرق جاء بسبب تهالك البنية التحتية والفساد الحكومي بحسب ما ورد عن طريق أهالي العاصمة. دعونا نشاهد. I
مرحلة الإعمار اللي سنة 1927 تحويل الشارع إلى أنهار جارية. شكراً أمانة بغداد، شكراً الشركة المنفذة، ما قصرت، بارك الله فيك. مشاهدينا، نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع في موقع فيسبوك. محمد يقول: والله عيب، عام 2024 ومطر قليل، هذا حال العاصمة. تعليق من حيدر يقول: نفق الشرطة لهذه الساعة غرقان، وكذلك شارع الربيعي أو شارع الربيع، بدايات الأفرع غالبيتها غرقانة. أحمد يقول: ما يسوون مجاري حتى يوميا يفلشون الشارع ويبوقون من جديد. هكذا يرى أحمد. لدينا علي الطائي يقول: 20 سنة لا مجاري لا شوارع لا أرصفة، حرامات، هاي بغداد. ضمن التعليقات كذلك من الأستاذ لؤي الدليمي يقول: ناس تحمل ناس المسؤولية، والمتضرر هو المواطن. زين هسه بهاي الحالة راح يتحاسب المقصر لو لا؟ يتساءل لؤي. لدينا وليد يقول: مررت اليوم في كل مناطق بغداد الكرخ، لم أرى جهدا خدميا تقدمه أمانة بغداد، الكل نيام والحمد لله رواتب وامتيازات للمسؤولين دون مقابل، وين المسؤول الأعلى للدولة؟ كل شوارع بغداد غرقت، ماذا تعملون طوال السنة؟ إذا ما تخافون من الوزير والوزير لا يخاف أو يهاب رئيس الوزراء، متى تخافون من الله بعد فقدان المسؤولية؟ الدولة تصرف المليارات، أين مصير هذه الأموال؟ مشاهدينا الكرام، لنستمع لرأي السيد أبو عمر من بغداد معنا عبر الهاتف. أبو عمر حياك الله. يعني الانتقادات لحكومة محمد الشاع السوداني، الحكومة التي وصفت نفسها بأنها حكومة خدمات، يعني العراقيون يقولون بأنه إذا كانت بزخات مطر خفيفة غرقت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، يعني ماذا لو هطل على بغداد وغيرها مثل ما حدث في دهوك مثلا، هذه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة العراقية الشمالية. كيف ستتعامل أمانة العاصمة وبقية البلديات في المحافظات إذا كانت مع زخة بسيطة غرقت؟ حياك الله استاذ محمد، تحياتي قناتك العظيمة والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا استاذ محمد. نحمد الله ونشكره على الله سبحانه وتعالى أن أعطى يعني نعمة فضيلة من هاي الأمطار للعراقيين وكافة العالم. احنا للأسف نشوف هاي الأمطار الغزيرة اللي قاعدة تمطر على العراق وكل بغداد ومحافظاته. يعني هن اكو شغلتين، الشغلة الأولى احنا ما عندنا خدمات انه تصرف هاي مياه الأمطار وخزنها إلى خزانات نستفاد من عندها. فللأسف من نشوف بغداد يعني كافة محافظاته وأحياء والمناطق تغرق، يعني كل أمانة العاصمة ومديرياتها كل المسؤولين، يعني للأسف ما نلقى أي دائرة أو أي محافظة يتحاسبون على هذا الإهمال وهذا التقصير اللي قاعد نشوفه، لأنه لا محافظة ولا محافظتين ولا منطقة ولا منطقتين، بغداد كلها 18 محافظة كلها تقصر من يعني الغرق فيها والمستشفيات يعني المدارس، كل هاي الأمور نتيجة سوء الخدمات والتقصير الحكومي. يعني ما يختلف الأمر عن وزارة الصحة وزارة التعليم، كل تقصير بتقصير. طيب يعني يسأل سائل من الطرف المقابل، من وطبعا نشاهدهم في مواقع التواصل الاجتماعي يدافعون عن هذه الحكومة، حكومة الإطار التنسيقي، ويقولون بأنه تركيا على سبيل المثال غرقت فيها ولايات بسبب زخات مطر شديدة، الإمارات، دول عربية أخرى شهدت سيول وفيضانات وتشهد باستمرار. أنتوا ليش تهاجمون حكومة الإطار التنسيقي وتهاجمون هذه الحكومات التي في بغداد، ولا تنتقدون أيضا أو لا يعني لا تبررون لها ما مثل ما يحدث في دول عربية أخرى أو في دول قريبة محيطة بنا،
من غرق محافظات أو غرق مناطق فيها بسبب أمطار غزيرة، اعذروا وبرروا لهاي الحكومة، لأنه يعني إذا كانت البلدان ذات البنية التحتية المحترمة مثل بلدان الجوار يصير بها فيضانات، أنتوا ليش تستغربون أنه عندنا يصير فيضان؟ أستاذ محمد يعني للأسف أنه بعض الناس التعليقين يعني علقون بهاي الأمور، ليش ما يقولون بأنه العالم كله أحسن من العراق؟ في خدمات وفي تعليم، وزارة الصحة، وزارة التعليم، هاي كل هالأمور ما موجودة عندنا بالعراق. إحنا لو عندنا يعني مشكلة بالأمطار، إنه يعني من تصبح عندنا أمطار غزيرة ساعة أو ساعتين وتغرق بغداد وشوارعها، كان نقول مو مشكلة، هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني حكمته. بس للأسف إحنا كثير عندنا تقصير من هاي الحكومة ومن سلطة الأحزاب. ليش ما عندنا وزارة الصحة؟ ليش ما عندنا وزارة التعليم؟ ليش ما عندنا الصناعة؟ ليش ما عندنا زراعة؟ مثل البلدان المحيطة بنا. السؤال اللي نربطه بالموضوع هذا، إنه هل يمتلك العراق البنية التحتية ومجاري تصريف المياه بنظام حديث ببناء جديد وليس البناء الذي أسس في خمسينيات القرن الماضي وما تلاه من أعوام؟ استطاع العراق أن يؤسس شبكة صرف صحي محترمة؟ هل 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 بعد 2003 إلى اليوم استطاعت هذه الحكومات أن تؤسس شبكات صرف صحي رصينة ذات مواصفات قياسية معمول بها في العالم في بغداد وبقية المحافظات؟ وبعدين لما تأسسون ساعتها نعذركم لأن أنتم أسستوا، لكن هذه إرادة الله، يعني رزق العراق بكميات كبيرة من الأمطار فغرق. أنتوا أسستوا حتى ممكن تقارنون نفسكم مع بلدان الجوار؟ أستاذ محمد، إحنا نعرف العراق إذا كان بالسبعينات أو بالستينات أو بالخمسينات، نعرف أنه الله سبحانه وتعالى كان يعني عدد أبناء الشعب العراقي يوصل إلى 10 ملايين أو 12 مليون، اللي ازداد الآن أكثر من 40 مليون نسمة، اللهم يحفظ العراقيين جميعا. هاي الأمور تكون لازم على كل حكومة يعني تمارس عملها. ليه زيادة السكان، زيادة يعني الدور السكنية، كل هاي الأمور يعني غرق إلى مجاري البنى التحتية. فللأسف إحنا ما عندنا متابعة، يعني هسه عندنا أكثر من 20 سنة ما عندنا لا شركات دخلت. احنا نتذكر بس بالسبعينات كيف دخلت الشركات الكورية ودخلت الشركات الهندية، كل هاي الشركات شفناها يعني بالسنوات الفاتن. بس للأسف احنا 20 سنة لحد الآن ما شايفين هاي الشركة دخلت وبنت وسوت بنى تحتية. يعني ما زالت البنى التحتية القديمة عندنا وما تتحمل سعتها وقوة الفيضانات وقوة يعني نتاج الكثافة السكانية. وصلت الفكرة. نعم، شكرا جزيلا سيد أبو عمر من بغداد، أشكر حضرتك للمشاركة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر ضمن الفقرة الأولى لدينا، حيث وثق مواطن من محافظة البصرة حالة منطقة العشار بسبب عدم اكتمال المشروع الخدمي في ظل غياب المتابعة والمحاسبة من قبل الجهات المعنية. دعونا نشاهد هذا المقطع مشاهدينا الكرام سويا من محافظة البصرة. هذه الشركة بالعشار ما أعرف ليش ما حد يتابعها ومن الوراها، إذا مطلقهم وش نقلونا حتى ما نحرشكم، بالتالي راح يصير سنة ما أخذ المشروع مال شارع الكويت والعشار بصورة عامة. هسه دبش وماي وطين، شنو ذنبنا؟ ومنا ناكل ونشرب، إحنا نجي نسوق نسوق طين. سيد محافظ البصرة، وين متابعة المشاريع وهذه الشركات المتلكئة؟ وليش تطلونها مشاريع؟ السيد رئيس مجلس المحافظة والسادة أعضاء مجلس المحافظة، مو قلنا لكم مرارا وتكرارا تابعونا ملف الشركات المتلكئة؟ اكو واحد اجى سأل على هذا الشارع مال الكويت اللي كان اجمل شوارع مدينة البصرة، لو ناهيك عن ساحة البروب والأزقة والأفرع، الله وكيلكم دبس دبس، ما نقدر نمشي الشوارع طين طين. متابعة ماكو. هذا العشار مركز المدينة واشية المدينة والبصرة، هذا حالة ناهيك عن الأنهر بالشاط، ناهيك عن المحجر، ناهيك عن النفايات. هنا ماكو بس المرور ونطمس مثل ما جاي تشوف، وحالة طيب حالة يركض. تقدر تفرج جميل مصور، شوف المرور طالع بطين خطير. ذنب هذا بس ليش؟ ليش احنا شنو ذنبنا؟ مو بشار يا قسم المشاريع ديوان المحافظة، وين دوركم؟ يا بلدية البصرة، وين متابعتكم؟ الجهات ذات العلاقة المعنية، ليش ما تتابعون هاي الشركات المتلكئة الضعيفة الغير رصينة؟
نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، إذ لوح مواطنون من قضاء الشطرة في محافظة ذي قار لوحوا بالتظاهر احتجاجا على غياب الخدمات والإهمال الحكومي لمناشداتهم المتكررة. دعونا نستمع. والسيد المحافظ والأي مسؤول موجود بمدينة الشطرة، أنا اليوم أحد مناطق الشطرة، منطقة حام الشمال الزراعية. هاي المنطقة تفتقد الخدمات، كهرباء بيها، يردون مجاري وصب خدمات، حالهم حال المناطق. اليوم لا قطعوا شارع ولا حرقوا ولا أي شيء. يسمعني السيد القائم مقام مدير البلدية، أي واحد مطلبهم اليوم الأحد أنا ما مسؤول، يقطعون الشارع الحول الجديد، بما أن حول الجديد وراح يصير مرتب. هاي المنطقة متربة ترابة، هم أشملها وهم أتخلص من عدها وأتحول غير منطقة، وهم أسوي لهم حال. ودوا عليهم يشكلون وفد، يجونكم يسولفون وياكم، لأن موعدهم اليوم الأحد ومظاهرة ومطلب عام سلمي بدون أي حرق أو أي تجاوز. لا يزال هذا الملف مفتوحا معنا مشاهدينا الكرام، ننتقل به إلى مقطع آخر، إذ اشتكى أهالي منطقة القشلة وسط مدينة السما ومركز محافظة المثنى، اشتكوا من انقطاع ماء الإسالة منذ أيام. نشاهد. هذا الماء كان 10 أيام على الوضعية، والمنطقة اللي تصل عندها ماء وإحنا ما عندنا. 30 متر هم عندهم ماء وإحنا ما عندنا ماء. هاي يوميا نقعد من 6 الصبح لحد الآن وماكو، يضخون طفوا الكهرباء، ماكو ماء لحد الآن. حافظوا مثلا مدير الماء والمجاري جاي نعبي ونرجع لورا من الصبح لهسه ونسده. جاهز. منطقة كلها تشكي مني قرب البوج. اجوا عندنا مهندسين سووا كشيف. ما يعرفون شنو السبب. مستمرون مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، إذ أظهر مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي من محافظة البصرة أظهر حال الماء الواصل إلى منازل المدنيين في منطقة ياسين خريبط بحي الغدير في المحافظة الغنية بالنفط. وبحسب الأهالي فإن هذا الأمر يتكرر بشكل مستمر وليس نادر الحدوث، مؤكدين أن المياه تفوح منها رائحة كريهة. لنشاهد. نتابع الآن مشاهدينا التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. لدينا علي الجبوري يقول: في معظم العراق هذا حال الماء غير صالح للبناء وليس للشرب. أم مصطفى تقول: الله يكون بالعون ويكون راح نسوي تحلية للماء بالبصرة، هاي شو وقت؟ طيب مجتبى يقول: هي البصرة بكل المناطق المي مالح. تعليق لدينا من محمد يقول: هذا حال غالبية مناطق البصرة، وحتى مشاريع الماء التي يتم إنشاؤها بين فترة وأخرى
تضخ الماء إلى الدور بدون فلترة وبدون مواد معقمة، وإنما مباشر من النهر إلى الدور. مناف يقول حتى بالزبير صار لنا سنتين أول ما يصب هيج، يقصد المقطع الذي شاهدناه آخر شيء. علي يقول كل المناطق هذا حال الماء عندهم ومالح، يعني غير نقي، ملوث ومالح أيضا. ننتقل الآن إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الفقرة الأولى. سلط ناشطون من محافظة البصرة الضوء على مركز الأهوار للرعاية الصحية في منطقة الشغانبة بنهر العز شمالي البصرة، والذي يعاني من نقص بالكوادر الصحية في ظل حاجة الأهالي للخدمات الصحية وسط إهمال وتقصير واضح من قبل الجهات المعنية في المحافظة بحسب الأهالي. لنشاهد الآن معاناة أخرى ننقلكم إخوانا الكرام، اللي هي معاناة المركز الصحي اللي منطقة نهر العز منطقة الشغانبة. أخونا يشرح لنا شنو المعاناة اللي يعانون منها، بس إذا تقدر تتقرب عليه حتى الصوت يطلع صوت عالي. حياكم الله يا مسهل. مثل ما أشوف صوت علي الصوت حتى يسمعون. الدوام فيه 3 أيام بالأسبوع. كل أسبوع 3 أيام؟ كل أسبوع 3 أيام. كم نفر الكادر مالته؟ 3 نفرات. 3 نفرات كادر بعد. بالنسبة للأدوية، أدوية ردية كلش، حيث حبوب رأس برم القوة يلا تلقى زين. مثل ما نشوف هاي النزلة، هذا الشارع مال المستوصف، هذا الشارع، هذا الشارع أخوان أرجوكم لا سبويس، أصلا مو شارع هو هيش قاع. وقت المطار الكاترة ما قدروا يوصلون المستشفى، ناس عندنا قالوا سبويس على أساس ونزل يسوونه وماكو ما أعرف أخوان. نكرر هاي المناطق محسوبة على شمال البصرة، على البصرة هي على شمال البصرة محسوبة، بس أقول على البصرة محسوبة لا مركز الأهوار. 3 نفرات مدة 3 أيام يداومون بيه بالأسبوع. أول الوقت يجون الساعة بالعشرة، الساعة 11:30. أي يعني من وقت كلش قليل، من 9 إلى 11:30. لأنهم يداومون هناك منطقة السيد فالح، يجون هنا يدامون نبر. سنتم ليش المناطق في ظل وجود آلاف التعيينات، مو عشرات ولا مئات إخوان، هذا يعني بصراحة من تطرحها على أي إنسان ما يتقبلها، في ظل وجود يعني آلاف التعيينات مناطق ما يتخصص لها 2 3 4 هسه بسبب بعدها عن المركز المراكز الأقضية والنواحي، أعين من أهالي من خريجين هاي المناطق، صدقون الخريجين مالتهم بعضهم قاعدين. ليش هيك يا اخوان؟ الالتفاته مهمه، هذا محسوب هسه على المحافظ عليما على الجديد، نحسبه على مجلس محافظه يعني على دائره صحه البصره، التفاته جدا مهمه وجدا مطلوبه. الله يسلمكم، احنا 2024 ترى ما معقوله نظل بهذه القضيه. المسافه كيلو عن هاي الغازات النفطيه وماكو. احسنت، والحقول النفطيه جيرانهم، اقرب مناطق للحقول النفطيه هي مناطق القعابنة والشغانبة والبوخيت اللي هم بنهر العز أقرب مناطق. هذه المعاناة مالتهم، نتمنى توصل للمعنيين ويصير اتخاذ إجراء بيها. نستمر مع هذا الموضوع وننتقل من محافظة البصرة إلى محافظة النجف، إذ انتقد مواطنون من أهالي النجف الفساد المستشري داخل إدارة المستشفى الألماني في المحافظة، وتعمد إدارة المستشفى عدم معالجة المرضى بغرض إجبارهم على مراجعة المراكز الصحية الأهلية بالتعاون مع إدارة المستشفى، حيث أكد أحد المواطنين أن هناك تعاونا واضحا من قبل مدير المستشفى مع أحد المراكز المتخصصة بإجراء الأشعة والتي يقوم بتحويل المرضى إليها بغرض الاستفادة ماليا بعد عرقلة إجرائها داخل المستشفى، وكذلك الحال في بعض العلاجات التي يضطر المرضى فيها للحصول عليها من خارج المستشفى وبأسعار باهظة وفقا لما ورد على لسان هؤلاء المواطنين. دعونا نستمع. طبعا من باب مستشفى الألماني اللي هي أكبر مستشفى في محافظة النجف الأشرف، احنا صارت عندنا حالة عند أخونا محمد اللي هو والده انكسر وجاب المستشفى الألماني يحتاج عملية، دخله المستشفى الألماني ورا 5 دقائق طلع محمد صورنا هذا المختبرات، قالوا هاي المختبرات ليش هيك تطلعونا برا تحاليل أشعة؟ خو احنا عندنا المستشفى هاي
تحاليلنا تكون بيها بداخلها وعلاجنا يكون جوا. يعني اي مواطن يدخل المستشفى ما يطلع برا المستشفى ويشترى علاج. ايش قال له لمحمد بسبب التصوير؟ قالوا له ابوك ما يصير الا عمليه ابد من ناس سبع ايام. طردوه طارد المستشفى. المعلومه طبعا دخلوا صوت العمليات هم وكل صار مشهور ودخلت في جهات معنيه طبعا كبار وكبار طلعوا ابوي من العمليه. طلعوا ابوه من العمليه في هذا الانسان حتى الحق. ايش قالوا له؟ قالوا له اسبوع ابوك ما يصير العمليه السكر عنده معلق 400. انطر محمد المثقف اخذ والده المستشفى اهلي. السبب السبب المدير اللي طلعه من المستشفى اخذ المستشفى الحياه. ثاني يوم صارت العمليه وهسه الحج الحمد لله والشكر سلامه وبامان وطلع بصحه تامه. احنا كمواطنين نجفيين هاي المستشفى انفتحت ما فتحها ناس، فتحوها ثوار النجف. شهداء دماء طاحت من اجل فتح هاي المستشفى. احنا نوصل رساله لمجلس محافظه وعندنا 12 نائب مثلون النجف، اتمنى تجون تزورون هاي المستشفى وتشوفون الكادر النقص وتشوفون الناس الفاسدين. وبالنسبه لمدير المستشفى اللي هو عمار الكلابي لازم يتغير، والمعاون مالته عمار الزيادي اللي المختبر له تابع والموارد مالته كلها علما العمار الزيادي جاي ما يطون تحاليل هنا يقول لا اطلع برا سوي لي التحليل على مود الفلوس والملات، وهذا فساد. ونطالب من الناس الشرفاء طبعا نقول لازم يسوون حل ويطلون المدير عمار الكلابي عمار الزيادي المعاون مالته، لان كوادر ماكو، ادويه ماكو. يعني لو ما صار عندي هاي الحاله ووالدي مكسور طول العمر ان شاء الله الحج، لو ما والدي مكسور وسويت العمل كان ما عرفنا الفساد اللي جاي يصير بالمستشفى. نتمنى باسرع وقت حل هذا الموضوع، لان هاي المستشفى اللي يدخلها اي مواطن كل ما يطلع برا يتلقى العلاج. مشاهدينا نستعرض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من رياض يقول مو مستشفى تقول متآمرين الرنين 3 أشهر الموعد، ومن تأخذ الموعد يقولون أسبوعين يلا تكمل وتأخذها، وكناس ضاعت أوراقهم ماكو فد إهمال إلى درجة. لدينا تعليق من محمد الصالح يقول أصلا هاي المستشفى ما رادوا يفتحوه لولا المتظاهرين. تعليق لدينا من محمد يقول أيضا هذا حال البشر، لو أكو خوف وحساب ما صار هذا الانفلات بأرواح الناس. لؤي يقول لا يوجد شيء اسمه طب في العراق. تعليق لدينا من محمد يقول دولة وبيد الفاسدين شنو تتوقع يكون حالنا؟ آخر تعليق ضمن هذا الموضوع مشاهدينا الكرام من مديان يقول يعني مو جديدة، هو هذا حال المستشفيات الحكومية. لنستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد محمد من أمريكا. تفضل يا محمد حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد، أحييك وحيي قناة رافدية للبطلة. وعليكم السلام عزيزي. هو طاطة نفس البريج نفسهم هم العصابات، هم عصابات تحكم البلد كلها عصابات ميليشيات تابعة لإيران. هم لا مستشفيات لا صحة لا تعليم لا زراعة لا مي بي خير لا أمن لا أمان، قسما بالله هم دولة جايين تدمير العراق من 2003 حد الآن أستاذ محمد، والميليشيات مالتهم تسرح وتمرح. هم لازمين المستشفيات، هم لازمين كل الدوائر. طيب يعني أريد أسألك سيد محمد من أمريكا، نوري المالكي ظهر في لقاء تلفزيوني قبل فترة قصيرة كان يتحدث فيها عن إنجازاته هو شخصيا في الفترة التي تولى فيها رئاسة الوزراء، وتحدث عن المشاريع التي نفذت على يد حكومة نور المالكي، وقال بنيت المستشفيات وسويت الملاعب وغيرها. عجب السؤال، ما هي المستشفيات التي أنشئت في حكومة نور المالكي، وما هي الخدمات الطبية التي قدمت للمواطنين العراقيين، وما هي التجهيزات التي اشتريت أو التي اشترتها الحكومة أو وزارة الصحة في زمن المالكي؟ يعني احنا نريد نشوف شيء، مو كلام أنا سويت وسويت، أين هي على أرض الواقع؟ استاذ محمد عزيزي من 2003 هي المستشفيات هو بناها صدام حسين، قسما بالله هم كلش ما بنوا، هم جايين تخريب العراق. هو ايش منه؟ هو بس يفخخوا سيارات وتدزوها على العالم. خليني اتذكر من شلون يفخخ بالخضراء ويفخخ بالداخليه، تدزون السيارات مفخخه على هو ابن حمودي، خليني اتذكرون يدزون السيارات مفخخه على العالم يطققوها حتى يقبوها بين السنه وبين الشيعه. عمي قسما بالله هذا الهالكي اكبر ارهابي واكبر مجرم.
لازم يتحاكم قانونيا. من يحاكمه؟ ماكو احد يحاكمه. هي عم عصابات تحكم البلد. طيب. هي مافياز تحكم البلد. عندي سؤال اخواننا اهل التاجي، اخواننا اهل التاجي، دير بالكم من وحده هي علاقه بجماعه البعامر قاعده بالتاجي، دير بالكم من عندها. تمام، شكرا شكرا جزيلا محمد من امريكا، وصلت الفكره، اشكرك للمشاركه. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى آخر موضوع لدينا بالفقرة الأولى في هذه الحلقة، إذ وثق ناشط من محافظة ذي قار إهمال مبان مخصصة لمدارس حكومية خلف ملعب الشطرة منذ سنوات، وتركها دون إكمال تنفيذها مقابل المبالغ الطائلة التي صرفت على هذه المشاريع من دون أي نتيجة لحل أزمة المدارس في المحافظة. دعونا نتابع المقطع مشاهدينا الكرام الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. تخيل وياي أخي المواطن، مدرسة مصروف عليها مليارات لا تعد من سنة 2010 2011 14 ما أتذكر بالضبط. هذا الحال بمدينة الشطرة، أي وزارة ما قدرت تحل قضية المدارس اللي اندثرن. زين انتم المن بنيتوا؟ زين الناس اللي بنتها مثلا ماتت بعد؟ شوف باوع، شوف شوف، راحت راحت هاي ملايين ملايين يا رئيس الوزراء، يا وزارة التربية، يا المشرفين، يا اللجان مال المدارس، يا الوزراء. زين المنقوطكم ورباطاتكم وحماياتكم وسياراتكم والوزير الفلاني والصخام الفلاني والطرقاع الفلاني، وهاي المدارس قيد الانشاء صار لها 10 سنين واندثرت وانعافت بهذا الحال. اي منو يتحمل مسؤولية هاي الملايين؟ منو يتحمل مسؤوليتها؟ زين انتم اليوم اذا يروح، إذا واحد يبوق له 10,000 تذبونا سجن سنة سنتين 5 سنوات، زين هاي الناس اللي بنت هاي المدارس مليارات وعافتها، يعني ماكو واحد يحاسبها؟ ماكو واحد يقول لها تعال يابا شنو هاي؟ شنو هاي المدارس المتروكة منذ سنين خلف ملعب الشطرة؟ با هاي حرقان قلب لو مو حرقان قلب؟ رايحة انتهت ولا تال المدارس راحت بعد ما طلعت شارع عشان ما ادخل لجوه، يجوز طقنا جلطة جوه من الحرقة. مباني بالمليارات بهذا الحال؟ شوف بابا ليش اللي بنيتوها اللي اشتغلتوا بيها؟ يا اخي اجي هنا اسوي مؤتمر انا بهاي الساحه والله واشخص الكوارث. هاي حمامات، ما شنو هاي حمامات؟ حمامات يعني مدرسه بطرق حديثه، حمامات فرمستون، فرمستون والسقف، السقف تشينكو، السقف تشينكو، واحنا ب 2024 وان شاء الله ندخل بال 25 والسقف تشينكو مال حمامات مال هاي المدرسه اللي هي كلفتها ما اعرف 50 مليار، 60 مليار، 10 مليارات، ما اعرف. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، إلى محافظة النجف، حيث جدد ناشط من أهالي النجف مناشدته بشأن الاهتمام بمدارس المحافظة وتحديدا التي تعاني من الإهمال الشديد وسط غياب المتابعة من قبل الجهات الحكومية المعنية. لنستمع. أنا أصور لكم من مدرسة الواقعة، مدرسة الصفية بنت عبد المطلب، من سجن الواقعة، من مصلخ الواقعة، من المدرسة اللي صار لنا 20 سنة مصدقين بالقادة اللي يتبجحون بالإنجازات اللي بنوا المدارس وبنوا المستشفيات. هذه مدرسة
مدرسة إعدادية 280 طالبة بيها. تعال شوفوا المصيبة. تعال شوفوا المصيبة. هذا الممر مات الطالبات. قبل ما أصور لكم على المدرسة والجحيم مات المدرسة، هذا تشوفونه ملبوخ. هذا المكان اللي ثقبه الحائط إدارة المدرسة الله يبارك بيه للمديرة والمعلمات المجاهدات. ثقبا الحائط على مود طبيب من الرحلات للكرفانات. كل شيء ماكو. 20 سنة احنا نصيح لا ولي الا علي والريق قائد جعفري. نعم نعم التحالف الوطني. نعم نعم الشمعة. هذا غادي فاتحين الشباك على مود ما يموت عند الحرب. سؤالنا هنا الى مدير تربية النجف، تدري بهاي المدرسة ولا لا؟ سؤالنا الى اعضاء مجلس النواب، تدرون بهاي المدرسة ولا لا؟ هذه عبارة عن سجن. شو تسوي مديرة المدرسة؟ المدرسة صبت وجابت مراوح وجابت صبورة. الكادر اللي بالمدرسة يجمع فلوس من الرواتب مالته ويبني ويرمم ويجيب ماي ويجيب مغاسل ويجيب رحلات، هذا باعتراف الجميع. ثانيا اذا صارت حريقة هسه تماس كهربائي شلون؟ تعبوا شلون؟ عم شلون؟ بس فهمونا شلون؟ هذا الواقع ما يبون يشوفون اهل العمايم والشيوخ والمثقفين وخدام الحسين والمجتمع اللي جاي يتفرج. هذا ما يرضى يشوفه. هاي الصبورة اشترتها المعلمات. هذا الواقع قدامكم عمي والله العظيم. هذا الممر اذا صار هسه تماس كهربائي واحترقت المدرسة، شلون تطلع الطالبات؟ ولكم عمي انتم اللي تحملون المدرسة المسؤولية، ادارة المدرسة. هذني شفتين المعلمات الشريفات المحترمات المفروض يسوي لي التمثال يلمن من رواتبهن ويجيبها للمدرسة. ما حد بحالكم، ما حد بحال الوادم مكسره. معقوله ماكو لجنه صيانه؟ لجنه صيانه هاي اكو بيانات بصيح. لجنه صيانه بالتربيه ماكو؟ نتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. لدينا تعليق من المهندس أحمد العوادي يقول: أكو هواي بنايات المفروض الدولة تتابع موضوعهم، الشقق السكنية اللي على الشارع، المدارس بأنواعها والمستشفيات اللي بالشطرة. دولة خسرت مليارات البنايات، خسرت مليارات البنايات تنهمل، كارثة والله. طيب لدينا تعليق من حسين الهلالي يقول: لا حسيب ولا رقيب، الله ينتقم منهم. ضمن التعليقات كذلك مشاهدينا الكرام، وسام يقول: زين اللي يجي يزور المدرسة من مشرفين ما ينقل هاي المأساة اللي يعيشها اللي تعيشها الطالبات والمدرسات للسيد مردان مدير تربية النجف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علاء البركي يقول: هم ما يردون مدارس حكومية وتعليم، يردون مدارس أهلية، مدارسهم وجامعاتهم تشتغل عمي، والله ما يسوون حل. لدينا تعليق من حسام الفتلاوي يقول: جريمة بحق التعليم. وآخر التعليقات ضمن هذا الموضوع من حسن الشيباني يقول: وين ميزانية الأمن الغذائي؟ المليارات وين راحت؟ هكذا يتساءل. ونحن مشاهدينا الكرام سنذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة الإنفوغرافيك، إذ سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوء على معاناة العراقيين في ظل عدم وجود قوانين لضمان حقوقهم المسلوبة، حيث يعاني العمال في العراق من الإهمال والتهميش الحكومي وسط تفاقم ظاهرة العمالة الأجنبية التي باتت تهدد أعمال الكثير من العراقيين، فضلا عن تدني الأجور المدفوعة إلى العامل العراقي مقارنة بالعامل الأجنبي الذي يقبض بالعملة الصعبة. لنشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام نصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.